عامر كنصنط مع 3 ونص الصباح وما كنخافنا من شي حاجه تلقاني خطيره ولا شي حاجه، وكنطلب البطاقه ديالي، هاد البطاقه الركوب. انت اول مره تسوقي الطوبيس في الدار البيضاء؟ اول مره سوق الطوبيس في الدار البيضاء، كنسوق لارتيكيلي وكنسوق كلشي الطوبيسات. شنو الخط اللي كنتي خدامه فيه؟ خدامه في 35 19، اخر اللي طلعت ليا هي المية اخطر، كنجبر الشيفورتي يبكي تنقول له مالك، يقول لي صيفطوني المية، نقول له راه دوك الغراق غنمشي انا للمية سير حتى للمدينه. اش من عام بديتي خدامه؟ ورا في 89 وانا خدامه، 89 حتى 2011 عاد خرجت. انت شديتي التقاعد ديالك؟ 2014. دابا اش طالبي دابا؟ واش من تقاعد والو، 26700 اش داروا ليا؟ 11 عام وانا طامبورير، الله ياخذ فيهم الحق. باش طالبي دابا انت؟ محروبين من لاكارت، بغينا الهويه ديالنا لاكارت ديال الطوبيس. واش يخليوك تركبي في الطوبيس فابور؟ كيخلونيش كيخلونيش نركبوا، اجي راه خلص عندك تنقول لك كوباني تقول لك خلص ولا راه 700 ولا ندوك البوليس.